انا مره كنت فتحت كده جربت حاجات يعني، بس بعد كده مفتحتش تاني، كانت مره واحده فبرضه طبعا نسيت. بس طب كويس. طب انت فتحتي مره واحده من ساعتها ما كررتيش تاني صح؟ لا طيب بص هنبتدي كده واحده واحده، مش عارف يعني حتى لو حد فيه منكم فاكر حاجه او ناسي حاجه مش مشكله، هعدي عليها سريعا كده، مش سريعا قوي يعني، احنا نمشي براحتنا لحد ما حد يقول لي الحق ده في كذا، يعني الحق طب ستوب كده لو سمحت، احنا ايه نقعد نعيد تاني في الايه الجزئيه. ماشي. انا هعمل شير سكرين تفضلكم تمام، وتشوفوا برضك عند الدنيا ماشيه ازاي، وقولوا المفروض كده السكرين اللي هي بتاعت الماكس هي اللي متشافه صح؟ طب متشافه كويس، ولو في عندك فول سكرين كبرها. انا مكبرها بس كويس. طيب بصوا احنا اتفقنا ان الماكس ممكن يخدم اي كان المجال. معلش يا محمد، هو انتوا قسم ايه؟ انت و انا قسم ديكور. حلو حلو. انا عماره المفروض. وانت يا عمار انت خلصت ولا لسه في الكليه؟ لا خلصت. طب كده لسه. بص يعني لا محاله، انت لسه في الكليه صح؟ انا لسه. طب كده بص، لا محاله ان انت تستخدم الماكس، سواء كنت انت جرافيكس، سواء انت كنت ديكور، سواء كنت انت عماره، او سواء انت لو مالكش في الفيلد ده خالص وعايز تبتدي ان انت تشتغل. هو يعني البرنامج ده يقال عنه ان هو تقيل ورخم ومليان اوردرز، الكلام ده حقيقي، بس هو ولا تقيل ولا رخم. اللي انا اكتشفته من سنين السنين، تعرفين انا بدالي تقريبا دي السنه 23 انا بدالي فيه. اللي انا اكتشفته من خلال المعجم اللي هو بيقول عليه معجم ده اللي هو 3 دي ماكس، ان هو كتر الشغل فيه هو ده اللي بيخليك انت تبقى كويس. لا اكثر. الاوامر اللي موجوده فيه بالتسلسل اللي احنا هناخده هيسهلك انت تشتغل، سواء ان انت ديكور او عماره او تخطيط او اي مكان الحاجه اللي انت تشتغلها، بس الفكره كلها ان انت لازم تطبق وتبتكر انت تطلع ايه. يعني مثلا هديك مثال صغير، احنا برضك لسه كل ده بندردش مش بنشرح. طيب تمام، هتلاقي في عندك ان اهو برضك ده مش شرح، في مجموعه من الاوبجكتس هو بيوفرها لك. احنا عارفين الماكس في كذا جزء احنا هناخده، اللي هو سواء كان مودرن 3 دي او مودرن 2 دي، ونحوله بعد كده 3 دي، ثم نعمل شوت كاميرا سواء انتيرير او اكستيرير، ثم لايت، ثم كاميرا انسون، اللي هو الحاجات اللي احنا ايه هناخدها في الفيديو. بمنتهى البساطه هو مديك هنا حاجه اسمها كون، والمثال ده اعتقد لو هتفتكروه احنا خدناه في اول يوم. اومو يعني الكون ده انا ممكن اطلع بيه ايه؟ انا مش فاهم. عادي ممكن اطلع بيه شكل هرم، ممكن اطلع بيه الله. ده انت عندك مع زياده الاوامر اللي احنا هناخدها واحده ورا الثانيه، انت ممكن تيجي تطلع بيه حاجه اللي هي تاج محل مثلا. ايه تاج محل ده؟ تاج محل ده عباره عن اوبجكت يكون من فوق، وممكن امسك البوينت. طبعا ده مش شرط، ده مجرد احنا بنتفرج. الله، ده اداني حاجه زي كده. عندك بقى غير امكانيات التعديل اللي انت ممكن تعملها. يعني ايه ممكن اعملها؟ يعني انت ممكن تمسك مثلا مجموعه بوينتس كده مثلا، وتبتدي انت تشكل فيها على حسب رؤيه عينك، وعلى حسب احساسك بالايه؟ بالحاجه اللي انت عايز تطلعها. يعني القصه كلها من يمكن مجموعه اوبجكتس ضعيفه انت تقدر تبتكر منها حاجه لا تتخيلها، زي اللي انا وريتها لك اللي هي بتاعت تاج محل اللي انت شايفها اللي هي. فهي دي الفكره، قدرتك الابتكاريه عن كل حاجه من الحاجات اللي احنا بناخدها دي اهم من انت تاخد منها. انت معايا؟ ايوه معايا. بس فهي دي الفكره. فانت لازم تكون يعني مستفيد الفهم والشرح مني من خلال المحاضره، ان انت تقدر تطلع من كذا ايه، مش المهم انت تاخد كذا. اللي انا استفدته على فكره في اول كورس وما استفدتش بيه، اعتقد الكلام ده كان سنه 97، ان انا كنت باخد الاوبجكت ديكور اؤمر يعني عندي ايه. انت فاهمني؟ يعني هو بيديني ان دي حاجه اسمها كور. طب ايوه في شغلي كديكور او كشغل عم استفيد بيها في ايه؟ طب تخيل حد عارف الدوم اللي هي بتاع تاج محل اللي احنا عملناها؟ في دوم بتاعت مسجد قبه الصخر. فاكرها؟ طب الدوم بتاعت مسجد قبه الصخره دي اعملها ازاي؟ هو مديني كوره. هتقعد انت بقى من خلال المناقشات اللي احنا بنعملها سوا دي هتبتدي انت تعمل ايه؟ ده انا هشيل حاجه اللي هي اللي في موسم. تمام. حاجه اروح جاي عامل هنا وجاي مقلل. طبعا احنا الكلام ده ما خدناهوش، ده انا بتناقش على اساس ان انت عارف يعني. هتتفاجئ ان انت مسجد قبه الصخره هو عباره عن نص دوم زي دي كده، خدت بالك؟ وتقدر ان انت تشتغل بيها، وتقدر ان انت تروح تعمل لها هنا سكيل، وتقدر ان انت تتعامل من حته كول. طب لو انا جيت قلت لك تاني مثلا، ايه الفرق ما بين الكوره دي والكوره دي؟ مثلا دي كوره اسمها سفير ودي كوره اسمها جوزفير.
يعني بالمعنى الواضح استخدم دي في اي ودي في ام. هي ديت شايف حساسه زي بتاعت 57 شكلي مثلا. ده حقيقي صحيح وممكن تستخدمها في حاجه زي كده. ايوه عندي ايه تاني؟ انا بقى الكلام ده بنقلب افكار احنا مش بنتكلم في ماكس خالص. مش عارف. طب مين تاني معانا؟ ده كويس ده في بقيه الناس دخلت. استنى اظهرهم النياده اهي. ودعاء ونديم ونور. في حد يا جماعه معانا تاني؟ الصدفة صدفتهم ولا ايه؟ لا هم قافلين المايك بس. دعاء ونديم. ايوه. طب مش هنخش يسلم يا بياعين عشان دخلنا محاضره واحده بس. ده على كده بقى يعني لو حد اتصل بيا بعد ما الكورس يخلص ولا حاجه مش هرد عليه يعني؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. طيب بص احنا لسه كنت بتكلم مع محمد دلوقتي اتفضلك ودعاء وبنشوف الدنيا ونور كمان الدنيا هتبقى ماشيه عامله زي ما الدنيا عجبتنا واحنا فهمنا كويس وقدرنا نستفيد. طب تمام في مشكله هنتكلم فيها تاني مع بعضنا مش الكلام ده مش هيبقى فيه اي مشكله خالص ان شاء الله. ان شاء الله احنا عندنا امتحان تقريبا النهارده. ايه امتحان ايه؟ ايوه تخضيته ليه كده؟ امتحان ايه؟ احنا ابتدينا صح؟ ابتدينا ايه؟ لا ابتدينا امتحانات يعني. لا احنا ابتدينا محاضرة واحدة بس. ليه؟ ايوه ابتدينا محاضرة واحدة بس. بص انا عارف وفاكر كويس كمان ان احنا ابتدينا محاضرة ده انا بنكوشن بس عشان الناس تبتدي انها تتعامل معايا. اه من غير ما يسألوا. طيب بص كنت لسه بكلم مع محمد في الاستخدامات اللي هي اللي موجودة هنا. ومثال صغير قوي احنا بناخده اللي هو ايه؟ ان انت ازاي تروح تتعامل مع من خلال الاوبجكتس اللي هو موفرها لك. دي اللي هي البدايه اللي احنا خدناها وبنراجع وهنراجع عليها لحد ما انت تقول له خلاص نكمل يعني. احنا وقفنا لحد ما اتكلمنا انا ومحمد دلوقتي ان احنا خدنا البرجوله المره اللي فاتت لو حد فاكر هي اول مره. تمام. ونسينا وتناسينا والدنيا واللي فيها وهكذا. فيا دوبك انا لسه بتناقش معاه في ان انا عندي هنا اهو يا دوب الكورتين من اول ونضيف خالص اهو. انا بعمل كده فاير ريسيت. واجي هنا اهو بيقول لي انت في عندك من ضمن الاوبجكت اللي هو بيوفرها لك في عندك حاجه اسمها سفير وفي عندك حاجه اسمها جويس سفير. السفير دي كوره شكرا. الجويس سفير دي برضه كوره. انت من خلال مخيلتك انت ممكن تستفيدي بيهم ايه كمعماريه او كديكور. ده كلام لسه لحد اخر ما انتوا دخلتوا من شويه بقى. ليه سكت؟ بنفكر صح؟ مثلا لو هعمل فتحات فشكل الفتحات هتختلف مثلا. ليه؟ لان انت قصدك هنا ان هي مجموعه الكوره اللي هي اسمها جيوسفير الوايرز بتاعتها مثلثات والسفير الوايرز بتاعتها مربعات فهي هتختلف معايا في شكل الفتحات. يعني هقول لك الكوره دي ممكن استفيد بيها في ايه؟ لو انت جيتي عدلتي في الموديل بتاعها وشلت السموثنج بتاعها تفتكري كده من خلال رؤيه عينك بس انا بتكلم في مخيلتك انت دي كده ممكن تنفع ايه؟ كريستالا مثلا؟ ممكن. تمام. 57 زي ما محمد كان بيقول من شويه؟ لو انا جيت زودت السموثنج بتاعها كده تمشي معاكي كرة جولف؟ جدا. لسه كنت بتناقش قبل ما تخشوا بثواني من مع محمد ان انت عندك دي ممكن استخدمها في ان انا اعمل اللي هي الدوم بتاعت ايه؟ بتاعت مسجد قبة الصخر. نفس الكلام اللي انا قلته في اول محاضره واحنا لما اتقابلنا سوا اللي هي دي. اللي هي كان لونها ذهبي. مش عارف حد شافها قبل كده ولا مع صخره ايه؟ مسجد قبة الصخره. مش عارف حد فاكره ولا او حد عارفه او شافها قبل كده حتى في نشرات الاخبار. عارفين. طيب يبقى انت ايه؟ الله ده انت حته كور او شويه كور ما لهمش لازمه بالنسبه لك انت ما كنتش واخده بالك منهم. انت مع شويه تعديلات احنا هناخدها حرفيا انت ممكن تطلعي منها ايه؟ كتله شكل كتله بتاعتك طبعا مع خامه ان دي تبقى ازاز مع خامه ان دي تبقى جيت على حسب ايه القيمه انت نفسك تطلعي. المقصود من الرغي ده تقدري تستغلي اللي هي الكتله اللي انت تقيل بتروح تصنعيها واللي هو موفرها لك اللي هي الكتله الجاهزه. وصلت؟ تمام. طيب بص بقى احنا برضه كل ده لسه ما بدأناش شرح ولا اي حاجه خالص.
الفكره كلها ان انا ازاي اقدر اتخيل باستخدام الاداه اللي هي اسمها ماكس دي بيقال عنها انها تقيله ورخمه بسهوله وواحده واحده وما فيهاش مشكله، بس انت لازم تتخيل كل مرحله احنا بنشتغلها بنعمل بيها. بص في بدايه الكورس اللي هي اللي احنا قلناها المره اللي فاتت ومش عارف انتوا مشتوها ولا لا، انا هبدا كده ستيب باي ستيب، بس لو في حد جه قال لي مثلا الحق ده انا نسيت دي معلش اتك عليها وقولي عيدها لي فانا يعني خلينا ما بيننا ما فيش مشكله خالص، سواء نعيد نزيد انتوا عارفين الكلام ما بيفرقش معايا خالص زي ما قلت لكم اول محاضره. طيب الشاشه كده واضحه قدامكم رؤيه عين واضحه؟ اه تمام. طيب في حاجه ظاهره قدامكم؟ انا في لا كده لونه اورنج ظاهر قدامي بيظهر وبيختفي. بتروح تختفي. اه ده موجود ولا مش موجود عندكم؟ موجود موجودة موجود دلوقتي موجود. اه موجود ولا بختفي؟ نشوفه بس بليز موف ذيس ويندوز اني واي فروم ذا شورت ابلكيشن كده اهو. اه لما بتبعد الماوس عنها بتروح. اه ما انا مش عايز ان هو يخيلكم بصراحه. مش عايز تتنقل اه ما انا بحاول انا عملت انا مش عارف دوس على تخطيط الشير سكرين وهرجع تاني. هي لما ضغط الشير بتختفي. كده انا عملت شير اهي الحمد لله اختفى. طيب ده حد كده رؤيه واضحه تماما صح؟ اه. طيب نبدا بقى ايه ستيب باي ستيب واحده واحده. احنا اتفقنا ان الماكس ده كمعماري او كديكور او كتخطيط او اي مكان الفيلد اللي انا هشتغل فيها هيقدر يفيدني، بس هي الاساس اهم من كورس الماكس ان انت تقدر تتخيل استغله فيه. دي نمره واحده. الشاشه اللي موجوده زيها زي كتير قوي من السوفت وير اللي احنا بنستخدمه، يعني مثلا زيها زي الكاد زيها زي الفوتوشوب. ايوه تقصد ايه يعني؟ اقصد ان انت عندك من فوق اللي هي مجموعه مانيوز اللي انت فيه عندك فايل واديت وتولز وهكذا، مجموعه اوامر بنقي منها اللي انا عايزه على حسب استخدامي. التولز اللي موجوده عندك من فوق اللي هي فيها موف وروتيت وسكيل مش عارف شايفها اه ولا لا، والسنابس وهكذا، والبانلز اللي هي اللي موجوده في الجاليري، دول اساسيين عندك عشان تقدر تشتغل. طب فرضا ان ده اختفى هتعمل ايه؟ لو حد فاكر يعني. مثلا زي الزركان هجيبهم ازاي؟ رايت كليك على مكان فاضي مثلا. اتوقع كان من كاستمايز. حلو حلو بنطلع ممكن من كاستمايز. كاستمايز كاستم وابتدي اظهر او ارجع للديفولت لو في اي حاجه مخفيه هتظهر. وبالمره هو بيغير لي كمان الثيم اللي هي اللون بتاع الباك جراوند. او زي ما اتقال من شويه ان انا ممكن رايت كليك في اي مكان فاضي ابتدي اظهره. حاجه يا جماعه دي في منتهى الاهميه. في فكره كده طاقت في دماغي اقولها لكم ولا؟ مطرح ما انا بدوس عايز حد منكم يعني يكون بياخد لقطه للكاميرا عشان ننزلها كمان على الجروب. بحيث ان انت ممكن ما تمشيش على الفيديو كله، بحيث ان انت تاخد الكلام ده لقطه كاميرا بتسلسل الاحداث. ايه رايك؟ يعني مثلا انا عايز اروح اغير الباك جراوند ولونها، وعايز اغير او اظهر التولز اللي في الجهه الشمال ومن فوق، يبقى بطلع من زي ما محمد قال لي كده من كاستمايز لود كاست. هستنى كده ثواني حد ياخد لقطه بالموبايل برنت سكرين زي ما انتم عايزين. ايه رايكم؟ عندي برنامج سكرين شوت ممكن اقعد اظبطه. استنى الفكره نفسها كويسه ممكن تسهل لكم حاجه. اوكي. ووقت ما تاخد لقطه قول لي تمام. تمام كده خدت لقطه؟ انا تمام اهو. تمام دقيقة كده. لا أنا عايز أشغل البرنامج عشان يفضل معايا يعني يفضل إيه موجود كده. أيوه
بس لما اكون عامل عايز اعمل سكرين على طول عامل تمام كده يا جماعه. طيب يبقى انت كده عندك اول حاجه ان انا باجي من كاستمايز لود كاست. ايه هي الافاده بتاعتها؟ ان هي بترجع لك اي حاجه للديفولت. الديفولت اللي هو ايه؟ كانك انت لسه عامله سيت. طب في حاجه ثانيه اسهل، لو انا جيت هنا كليك يمين، والكلام ده احنا خدناه قبل كده برضه، ان انا هي الكومنت بانل والمين تول بار واي منيو من المنيوز اللي انا محتاجها. انا مثلا من ضمن الحاجات المهمه اللي احنا هناخدها ان انا ازاي ادخل بلان كاد او ادخل اي سيكشن من الاوتوكاد عندي جوه الماكس، ودي حاجه احنا محتاجينها ضروري جدا. فانت محتاج اللي هي قائمه لايرز. لو حد فاكر انتوا شغالين كده؟ شغالين كده يا جماعه؟ ايوه يا باشمهندس. ايوه طب حلو، يبقى انا محتاج ان انا اجي لقائمه لاير عشان ابتدي ان انا اروح اعمل هايد وان هايد للايرز. بقى في عندي فرش، بقى في عندي شجر، زرع، لاندسكيب، الحاجات دي كلها محتاج ان انا ازراوخ فيها، ومحتاج ان انا عندي 3 دي ماكس ان هو يحس بكل جزئيه لو انا هبتدي اروح اعمل اكسترود او ارفع اي قطعه مثلا. فانا اقصد يبقى كده كده يا محمد لو انت بتصور ان انت تقدر تظهر وتخفي بالكليك يمين هنا اهو. تمام. هتلقطها كده؟ انا خط اهو. طب تمام. انا مشغل البرنامج على طول، بدوس زرار وبياخد اللقطه على طول. طب الله ينور عليك. وتبقى استاذنك ان ايه ترفعها على الجروب بحيث ان يبقى كله متابع حتى تسلسل الاحداث والتسلسل الشخصي. دلوقتي ولا لا 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 في اخر محاضره في اخر يوم. تمام. طيب دي حاجه، يبقى انا كده عرفت ان انا اطلع المنيوز والتولز زي ما انا عايز. طب ايه المربعات اللي موجوده دي لو حد فاكر؟ دولت اربعه فيو بورتس انا بروح ابص من خلالهم عندي على الكتله. ايه ده؟ هو انت قصدك ان انت لما تيجي ترسم كتله بتظهر في الاربعه؟ طبعا، بس بتظهر لك من سايدز مختلفه، ممكن من هنا من هنا كده. ده التوب فيو زي ما هنقول بعد شويه، وعندك هنا ده الفرونت، انت كده بتبص من الواجهه، ده الليفت الشمال، ده اللي هو البرسبكتيف او المنظور. هي كتله واحده وبتبص عليها من خلال كذا مكان، كتله ثانيه برضك بتبص عليها من كذا مكان. طيب الاربعه فيو بورتس دولت انا ممكن اروح اغير ترتيبهم او عايز اروح اغير اماكنهم. طب انا بعمل ايه؟ لو انا جيت على الانترسكشن، خلي بالكوا الكلام ده انا بعيد اللي هي بتاعت المحاضره الاولى، لو حد فاكرها خلاص دي تمام. باجي على الانترسكشن ده كده وبروح اعمل ريسايز للعين اللي انا ببص من خلالها، انا عايز اروح اكبرها عشان مش شايف. طب في سؤال مهم المفروض حد يساله، ايه هو؟ ايه؟ في سؤال مهم في الجزئيه دي. تحبوا نطنشه؟ مع انه هيضيع حته حلوه قوي. مهم جدا. لا انا عايز اعرف، انا عايز اعرف او افتكرها، وممكن تكون التالت، ما انا عايز افتكرها. ونادين ونور فين فين يا جماعه؟ ايه هي زتونه او السؤال؟ نرجعه ازاي تاني؟ الله ينور عليك. نفس السؤال، لو انا جيت هنا اهو رايت كليك كده يا محمد وخد برضك تك لقط، هروح اعمله هنا ايه؟ ريسيت لاير. ريسيت لاير. خلي بالك انت بترتيب الصور انت هتقدر ان انت تجمع الكونتنتس اللي احنا خدناها، بس اسهل ما كمان ما انت تمسك الفيديو حته حته وتقعد تمشيه. يعني مثلا تقدر تعرف التسلسل الكلام ده بيجي ازاي. ريسيت لاي اوت هرجعها لي كما كنت. طب هيجي واحد يقول لي معلش انا بردك مش مستصيغ او مش حابب ان انت عندك الفورس دي يكون اربعه كده تحت بعضها. طب ما انت عايز ايه؟ كانك انت قاعد على المكتب وعايز تروح تعيد تنظيم الرؤيه دي. طب اعيدها ازاي؟ في عندك طريقتين، تحبوا السهله ولا الصعبه؟ الاثنين. الاثنين. لو انا جيت على البلاس دي كده وهاجي يا محمد دوس كليكايه كده هنا اهو، هي اسمها ايه يا محمد؟ configure view force. خدت لقطه؟ هو الصوت كان بيقطع، معلش الصوت قطع. ما سمعتش. بقول لك انت هنا لو انا خدت لقطه؟ خد لقطه. لو عايز اغير اللي هي الفيو فورس دي يعني. تمام. في عندك عنوان هنا اللي هو ثالث عنوان اسمه ايه؟ لاي اوت. وادي مجموعه اشكال. انت سامعني كده؟ تمام.
طب انا هسال سؤال بس، هو الاشكال دي بتاثر على المحتوى اللي انا رسمه؟ لا، مالهاش اي علاقه. المحتوى كانك انت قاعده على المكتب وبتعيدي تنظيم مجموعه الورق والرسومات بتاعتك والمسطره والتولز انت بتشتغلي بيها، هي تاثير على المحتوى؟ لا، مجرد بيهيئك بس نفسيا ان انت عايز تشتغل بالشكل الفلاني. مثلا انا عايز اخد الشكل ده كده ابلاي، بص التقسيمه من بره بتاعتي اول بتعمل ازاي، لا علاقه ليها بالمحتوى، ارجعها تاني كما كانت واقول له هنا ابلاي. وصلت؟ تمام. اه بس استنى، هو انت دايما هتبص من الاوبجكت بتاعك هنا اهو التوب از بلان من فوق من فرونت، انا عايز ابص من الباك، عايز ابص مثلا من الرايت، هعمل ايه؟ كل انا هاجي هعمله ان انت هتيجي على اسم اي واحده من دول اهي، سواء كان توب او فرونت، هتلاقي هنا ايه يا محمد؟ هتطلع لي قايمه ممكن اغير بيها الزاويه، ممكن اغير بيها اسم المكان اللي انا ببص من خلاله على الاوبجكت. هل ده هياثر على الاوبجكت؟ اكيد لا. طب ما هياثر على ايه؟ رؤيه عينك، انت عايز تبص على الاوبجكت ده من اي مكان. انت خدت لدي كده لقطه يا محمد؟ تمام خلاص. او استخدم الشورت كات بتاعتها كمان، يعني ممكن بدل ما انا اروح اوجع صباعي كده واطلع على كلمه فرونت واجي اختار كذا، لا انا ممكن اجي ادوس مثلا ده فرونت، ادوس على حرف التي، هتقلي معاك ايه هنا؟ طب تمام، لا والله انا عايزها فرونت، ادوس على حرف الاف. يعني اقصد انت متاح ليكي تغيري الكلام ده زي ما انت عايز. وصلت؟ تمام. طب في سؤال مهم يا جماعه هنا، لو تحبوا نطنشوا نطنشوا، مع انه مهم قوي قوي. أنا معك. وأنا معاكم، مستني السؤال. احنا مستنيين إجابة. نعم فندم؟ واحنا مستنيين إجابة. لا بس ما في سؤال طيب. ده مش حضرتك هتقول السؤال والإجابة؟ لا. لا أنا أقصد إيه؟ سؤال منطقي من الجزئية دي. يعني أنت محتاجة حاجة منطقية بعد اللي أنا قلته ده. لأن ممكن واحد يطنش وما يقولوش. حاجة منطقية أنت لازم محتاجاها. او انا اقولها وازود امتحان براحتكم. فين بتوع المنطق يا جماعه؟ انا مش موجود. اذا كبر فيو بورت معين مثلا، مثلا ما احنا خدناها من شويه ان انا ممكن اروح اعمل ريسايز كده. اه على فكره اسئلتكم الفيدباك دي اهم من شرح انا شخصيا. اتوقع اللي هي اللي هي عايز مثلا البلان ده لوحده، مش معاه ولا بلان، ممكن اعمله ديليت، ممكن اعمله موف. لكن المقصود بالسؤال بتاعي اللي هو اللي انت لازم تستنتجه، انت دلوقتي انا كنت بتكلم في تغيير اسم البورت صح؟ الله. طب كان بي كان في شورت كات؟ اه. طب افرض ان انا عايز اروح اغير شورت كات ده، اعمله ازاي؟ او انا عايز اروح اصنع شورت كات لنفسي، ما انت مش هتستخدمي كل الاوامر دي؟ يعني هل انت معماريه هتشغلي حاجات ديكور وهتشغلي حاجات جرافيكس؟ مش قصتي انا، قصتي ان انا اشوف مجموعه الاوامر زي الكاد كده، سي او او كابي او سيركل او اليبس او فاهمين او حرف الام، انا عايز اروح اشغل نفسي، هعمل الكلام ده ازاي؟ ده السؤال. حد يعرف يجاوبه ولا اقول انا؟ لا اتفضل كده هزود امتحانات. ها طيب بص، لو انا جيت اهو فراي كليك في اي حته فاضيه، وخلي بالك اي حته فاضيه ده اللي انا اقصده، انا بس اشيل دي. في حاجه ظهرت اول حاجه فيها اللي هي ايه؟ كاستمايز. الله، هتلاقي في عندك من المنيو اللي هتظهر دي، هتلاقي في عندك هنا ايه في الاول؟ كيبورد. ادي كل الاوامر بتاعت الماكس. خلي بالك يا محمد لو عايز تاخدها لقطه انا هعيد تاني، اتفقنا؟ كل الاوامر بتاعت الماكس وكل واحده من ديها اللي ليها شورت كات هيظهر اهو جنبها، شايف؟ وان حبيت الحاجه مالهاش شورت كات انت ممكن تروح تعمل هنا حاجه اسمها هوت كي اللي هي الشورت كات، اكتب له كذا واقول له هنا ايه السؤال. لا مش عاجبني ريموف. حلوه الزيتونه دي. حتى لقطه يا محمد لانشاء شورت كات. هو انا خدت شورت كات بس انا عايز تقلي تاني عشان النت عندي فجاه فصل. طيب احنا عايزين نتفق على حاجه. بص احنا دلوقتي يعني عشان انا براجع
خدت بالك؟ فانا شغال ومش بخلي حد يجرب، بس انا حاسس ان من اللحظه دي انا محتاج انت تشتغل بايديا. هو انت داخل بالتليفون ولا من اللابتوب؟ انا من اللابتوب. طيب نعمل ايه بقى؟ حته حته من الحاجات اللي انا بشرحها انا محتاج تكون متاكد منها بصوابعك انت. انتوا معايا بقيه المجموعه يا جماعه ولا فين؟ اه احنا هنعمل ايه؟ باشمهندس محمد بياخد لقطه حلو دي لينا بعد ما المحاضره تخلص. طب انت دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ انت دلوقتي عايز تروح تعمل سورس كات، فانت هتكليك يمين اللي محمد خدها وهتدوس على كاستمايز اللي محمد خدها برضه. هتستنى وتاخد هنا من كيبورد شورت كات وتشوفها انت بايديك وتعمل لنفسك شورت كات، اي حاجه تجربه يعني. حد معايا ولا فين؟ فين؟ وبعد ما نخلصها نقول تمام ونخش على اللي بعديه. دير؟ دير. يلا ابدا. جرب دي وارجع لي، واللي يخلص قول لي تمام. انا عايز بص انا عايز مفيش فتفوته من اللي انا بقولها لما تجرب بصواب. يلا. يا باشمهندس هو انا صوتي مش واصل قوي كده؟ لا صوتك واصل، انا لسه سامعك. ده بجد؟ اه والله. مين؟ اسمك ايه؟ انا ابتسام. ازيك يا ابتسام؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. ايه انا دلوقتي ايوه بتكة في المكان اللي هو فاضي ده، مش بيظهر لي الكاستمايز، مش بيظهر لي القايمه اللي ظهرت. بس بصي بقى احنا في عندنا كام زيتونه كده مهم. الماكس بالذات محدد الكليكايه. يعني ايه؟ يعني انت ما ينفعش تيجي هنا كليك يمين تدوس على موف مثلا، كليك يمين على هنا هتلاقي النتائج مختلفه. طب كليك يمين تحت الايه كلمه كرييت سيلكشن طلع حاجه مختلفه. اه شوتات اختار مين؟ لا تحتيها. اه تحتيها. لا بيظهر عندي نفس الطول برضو اللي بتظهر في ال يعني نفس الحاجات اللي بتظهر في المكان التاني اللي انا بتك فيه برضه. طب انت داخله من اللاب بتسمع؟ اه. طب ينفع لا انا داخله بسمع من الموبايل وبشتغل على طيب هو انا كنت محتاج اشوف الشاشه بتاعتك بس. بصي يا اما في اخر الشاشه من هنا في الحته الفاضيه دي كليك يمين هتلاقي كاستمايز ظهر، او كليك يمين من هنا هتلاقي كاستمايز ظهر. شايفها؟ لا بيظهر بقى عندي في المكانين حاجه اسمها تشاو تابس وتشاو بانلز. بصي انت ممكن تجيبي كاميرا الموبايل على على الشاشه الباشمهندس يشوف جوج. اه يا ريت يا ريت. اه كده مش عارفه. اه اعملي شير كده وريني. مش باين قوي كده صح ولا ايه؟ انا عايز اخلي الموبايل الشاشه بتاعتي هي اللي تظهر. يعني نعملها دي معلش واحدة واحدة. ابتسام ظهرت معاك كده يا ابتسام؟ لا. طب انت الماوس عندك تمام؟ اه والله. شو اسمك؟ هو انا ازاي اخلي شاشه اللاب هي اللي ظاهره؟ هتعملها شير سكرين. يعني بص انا ممكن استوب هنا شير. شير سكرين؟ اه اه انا كده عملت استوب للشير. مش عارف هو بيقول لي ورنينج مش عارف ليه. هجرب. ابتسام عمل معاك يا ابتسام؟ ايوه بس انا لما اتكيت على الكستمايز من فوق من ال لا ما هتديك نتيجه ثانيه مختلفه. طب اعمل ايه بقى؟ هو انا محتاج انت تعملي شير بس، يعني توريني الشاشه عندك. طب يعني كده يعني حضرتك كده شايف الشاشه؟ ايوه جدع جدع. ايوه طب ما هي بتسمع هي ظاهره عندك اهي. ايوه انا قصدي حضرتك هي ظهرت لما انا اتكيت على الكستمايز. عليها نفسها من فوق مش في مكان فاضي. معلش خش ابتسام كده بالكاميرا كده عندك شويه. ايوه جدع جدع. اول عنوان عندك ايه يا ابتسام؟ اول حاجه ظهرت اللي هو الكستمايز يوزر.
هل تسمعني؟ طبعا انا معاك بس مركز في الرؤيه عشان الشاشه صغيره بس. ايوه هي كاستمايز يوزر دي. اول عنوان هيطلع ايه؟ معلش واحده واحده على الماكس. هو زي اقول لحضرتك واحده 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 اصبري عليه. إيه؟ واحده واحده عليه الماكس غير البرامج الثانيه ده محتاج صبر في التعامل. طب معلش يا بسام بصي كده الشاشه لا بصي وريني المنيوز كده هتلاقي في عندك هنا اهو شايفه شيل المنيو دي دوس كي بص في عندك هنا اهو التكست بوكس اللي خش يمين شويه بعد السناب كده هتلاقي في عندك اللي هي بتاعت سيلكشن اطلع فوق سنه كليك يمين هنا اهو تحت هنا أيوة. كده تحتيها تحت الكلام كليك يمين اصبري ايوه دي ايوه دي كليك يمين بقى لا مش دي كليك يمين وهي بان وهي ظاهره معاك اليد واليد ظاهره ايوه ايه موجود معلش الماوس عندي ايوه كده ما ظهرش اي حاجه هو في عندك حاجه على مشكله ايه؟ في عندك حاجه في البرنامج طب معلش تاني شايف عند البانل اللي موجود في الجهه اليمين اللي هي بتاعت الجيومتري وعندك الشيبس واللايت والكاميرا كليك يمين عليه فين معلش؟ كليك يمين على اي حته فاضيه فوقيها هنا هنا كده في المكان اللي انا فيه ده؟ اصل انت عارفه ان انت مطلعه منيو ايوه بس اصبري عليها شويه طيب بص انا هعمل شير سكرين كده هوريك حاجه بص يا بسام دلوقتي التولز اللي موجوده فوق دي ايه؟ يعني انا ممكن يكون عندي مثلا كذا والتولز دي انت شايفيني صح؟ انت شايفيني كده صح؟ وممكن يكون عندي التولز دي انا ممكن اسحبها كده دراج واقفلها لو انا مش محتاجها خدي بالك يعني انت ممكن يكون عندك زي ما انا شفت عندك يا بسام كده في قوائم كتير ظهر اللي ظاهر عندك ده ممكن يكون موجود فوق كده اهو شايفه؟ كده ده اللي ظاهر عندك فعليا شايف انت الحتت الفاضيه دي يا ابسام؟ تمام الحتت الفاضيه دي كليك يمين عليها هتلاقي كاستمايز ده بعد ما اخفي التولز كلها؟ سواء تخفي او تظهري المهم في اي حته فاضيه زي دي كده ايوه احنا برضه كده مختل يعني ما وصلناش ما انا بتكه في الحته الفاضيه دي مش بتظهر التولز دي برضه طب انت بتعملي رايت كليك ولا ليفت كليك؟ رايت كليك؟ رايت كليك؟ ايوه طب هي ليه ظهرت لما انا اتكيت على الكستمايز الموجوده فوق؟ لا ما هو انت كستمايز خلي بالك اللي موجوده عندك من فوق دي اهي بتديكي نتيجه ثانيه اللي هي بتاعت يوزر انترفيس لا انا اتكيت عليها اداني اول اختيار كاستمايز اتكيت عليه اداني الكيبورد طب حاول بص مؤقتا لحد ما اشوف الشاشه عندك انت كده شايفه الشاشه عندنا صح؟ هتلاقي في عندك من فوق كاستمايز اهي شايفاني صح؟ كاستمايز يوزر انترفيس اهي شايفاه؟ تمام هتلاقي عندك اول عنوان بيظهر عندك بس اصبري عليه شويه هتلاقي عنوان اسمه ايه؟ كيبورد محمد معلش يا محمد خد لقطه ليه دي كده انا هجيب لك كاستمايز وجنبيها كاستم اللي هي يوزر انترفيس وادي كيبورد اهي تمام دي كده وضحت عندك يا بسام ايوه ما هي ظهرت عندي كده من الاول طيب تمام اي اسم من دولت هتلاقي هنا كل الاوردرز بتاعتك اهي اللي فيها شورت كات واللي ما فيهاش دي فيها شورت كلون الكلون ده اللي هي كنترول بلس في اهي عايزه تعملي شورت كات لحاجه مش موجوده اقفي عليها وعند الهوت كي اديله الامر واعملي اساين عايزه تحذفيه اقول له هنا ريموف لو ظبطت اي امر من دول يعني كل دول اوامر ما دي اوامر الماكس كل الفرح ده كل ده كتير قوي هو انا ليه بقى عندي الاساين دي مش متفعله ما انا لازم هتتفعل لما تيجي تختاري الامر بص ترتيبا كده زي ما انا بشرح ابسولوت مثلا واجي عند كلمه هوت كي
وهاجي اقول له مثلا حط لي حرف او ابتسام، حرف اي ابتسام اهي، شايفه؟ تمام. هتلاقي حرف الاي نزل عندك فين؟ ظهر جنب الامر اللي انا اخترته كده. لما هتيجي وتخرجي وتدوس على حرف الاي هيجي لك اللي هي الابسولوت. مش حابه اشوف ده، اعمل هنا ريموف، يبقى انا كده بضيف وبحذف. تمام اوكي، وصلت؟ تمام. طيب لحد كده في مشكله عند حد وجربت بايديكم؟ تمام يا باشمهندس. تمام. حلو، بص بقى سؤال واحد بس عشان براحتك. يعني هي دي بقى لازم، يعني الامر ده لازمته ايه؟ ان انا اعمل ايه بالظبط؟ اللي هو كاستمايز ذا كيبورد، ان انا احدد ال بتحدد ايه؟ ان انا احدد الحروف، ان انا احدد الحرف بتاعي على الامر اللي انا عايزه. اقول لك انت شغال على الكاد، وبدل ما تكتب في الكوماند لاين من تحت انا عايز امر كوبي، بدل تقول له سي او، يعني انت بتوجد لنفسك شورت كات. يعني هقول لك، مش دي الاوبجكت بتاعتك اهي؟ تمام. انا عايز اجيب امر بوكس. هم قال لك عشان بس مطالبه الناس كتير، احنا عايزين يا جماعه الماكس يبقى زي الكاد، الماكس زي يبقى الكاد. قال لك ما فيش مشكله، تدوس عندك هنا اهو حرف الاكس. في حاجه طلعت في السيرش تاك زي تكست، اكتب له هنا بوكس. يا سلام، يعني هو ده اللي هيفرق معايا زي الكاد. هم حاولوا ان هم يتقربوا، بس هنا ما فيش حاجه اسمها كوماند لاين. لكن حاولوا يقربوا بس لا اكثر. تمام يا جماعه. تمام. لكن بردك هو في النهايه طبعا الكاد اسهل في موضوع الرسم، لا لا محاله، يعني ما فيش كلام في الكلام. مفيش كلام في الكلام ده خالص. اتفقنا؟ اتفقنا. دي حاجه. طيب يبقى دي اللي هي الفيو بورت اللي احنا ايه بنشتغل عليها. طب تمام، وعرفنا ان انا ازاي اغير اساميه بردك ده. تمام، مفيش مشكله. حد تقريبا داخل تاني اهو. ايوه انا بدخل من اللاب. اوكي. مهندس انت اصلا قافل اللي انا اعمل سكرين اصلا للشاشه بتاعتي؟ يعني انت المفروض تفعلها من عندك. طب قول لي تعرف تقول لي ازاي؟ لا انا ما اعرفش، عشان كده ما اعرف. انا كنت عايز اوري لك ال 3 دي اللي يمكن عشان اعمل شير. انا قفلت شير. لا برضه ما لا برضه هوست ديسبلاي سكرين شيرنج من عندك. بس مش عارف بقى بتتعمل ازاي بصراحه. لو تعرف كنت قلت لك. والله هقول لك، بص احنا هندعبس واكيد هنوصل يعني. ما هي الموضوع كلها ان احنا جداد على التجربه فهتظبط. طب اسال السؤال كده لحد ما نشوف ايه القصه. بس مش مشكله. مثلا خلاص خلصت السؤال، احنا كنا هنشرح حاجه ثانيه. اهي لقيتها. لقيتها؟ فتحت؟ فتحت تاني. يلا فورين. كده على فكره ده الامتحان زياده. انا كده فتحت ال شير. ظاهر عندي ال كده انا شايف الشاشه بتاعتي. تمام. انت بتقول حاجه ولا مش سامع؟ لا لا خلاص تمام، انا كده تمام. انا بس عشان لما اجي اعمل حاجه بوريها لحضرتك. طيب. طيب بص يا جماعه، نرجع تاني كده ايه كما كنا. يبقى دي كده ايه العناصر بتاعتك. في حاجه بقى في منتهى الاهميه موجوده عندي من تحت لو حد فاكرها، اللي هي الثمان اوبشنز الموجوده عندي في الكورنر اليمين. انت في الشاشه بتاعت حضرتك. ها؟ انت في الشاشه بتاعت حضرتك الشاشه بتاعت محمد. شايفينها؟ هم شايفين الشاشه بتاعتي كده. يعني حضرتك ترجع ال ايوه الشاشه اللي على اليمين ديت مغطيه على الثمان تولز اللي حضرتك بتقول عليهم.